أنا اليوم في تونس باش نتمم إجراءات شراء 49% من قناة تاسعة مع سي لطفي شرف الدين اللي هو على ملك هو. احنا عملنا كل شيء وابتداء من بعد غدوة إدارة قناة تاسعة عندها 4 شهور يسقطها لو كان عندها مانع باش البيعة هذه يتم، كان ما عندها حتى مانع البيعة هي تولي نهائية، وإلا تعلم سي لطفي وتقول له اللي واحد من الأكسيونير اللي موجودين الكابيتال تاع تاسعة اللي عنده حق الشفعة يحب هو يشري في بلاصة المجمع اللي أنا المثل هو في كل الحالات البيعة باش تتم، وبالتالي نجم نقول مبروك لسيدي السلام يدوس وهذا يكون مبارك مبارك وبارك. عندنا ضيف شرف سيدي دار شرف الدين نورنا بعثوك سيدي دار. شكرا ومبروك عليك وان شاء الله بالنجاح ان شاء الله المجمع بتاعك ولا تسعى ان شاء الله. يعني شكرا بيسهل.